في برنامج الجدعان ريل استيت. احنا موجودين في محافظة الأقصر على كورنيش النيل مباشرة. الأرض دي مطروحة للبيع بالمزاد العلني بنظام الأظرف المغلقة. الأرض واجهتها على كورنيش النيل الأقصر وخلفيتها طريق الكباش. لو أنا فزت بالمشروع وتقدمت بدراسة للبنك الأهلي المصري هتساعدوني؟ البنك الأهلي المصري بيبقى داعم لأي فرص استثمارية واعدة. سافوي أرض عظيمة جدا، قطعة من الذهب. الأرض دي احنا مستهدفين من طرحها ايه؟ احنا طرحينه لإنشاء فندق أب 5 ستار. عندنا بنمتلك الفنادق التاريخية في مصر، مريوت الزمالك، مريوت منهاوس. مساحة الأرض 10700 متر، مخطط ان احنا نعمل فيها دورين تحت الأرض باركينج، والفندق حوالي 200 غرفة. وتشاهدون فرع محمد فريد، أنا شايفه تحدي كبير جداً. لازم نتماشى مع سياسة الدولة في تطوير القاهرة الخدوية ومنطقة وسط البلد، ولازم نتماشى مع خطة البنك واستراتيجيته في تطوير فروعه التاريخية والتراثية على مستوى الجمهورية. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت، الأحد من كل أسبوع في 7 مساء على القاهرة والناس 2. أهلاً بكم في العاصمة.